يا عم بوفيه ما جزاي هاتك صحه هذا قرن احنا نقول لهم يديروا لنا هذا السنوم هذا بالاقل سيمبارك سيمبارك عطيني زي حبات بيض ثلاثة زعفران بالاقل يا ولادي كل واحد ودالته باش هكا تخذوا بسرعة هيا ليك انت جوج حبات بيض ثلاثة زعفران وثلاثة زعفران صح ثلاثة زعفران جوج حبات بيض حبس يا ولدي حبس الحس اللي راه في راسنا يكفينا بلا ما تزيد انت هاكي الشرف هاكي الشرف حسهم يصرع واش يقصدك يا ابو زيان زوج بواكا دخان وراس وحجره البريك صح زوج وراس البريك تظهر مريض يا ابو زيان هيا نبرك اصبر دقيقة سي بوزيان هاك اللي وصيتني عليه مشقة كبيرة باش دبرته صح ما لا سجل الشيء اللي ديت عندك في الكارنيه يا صح تعالك يا مان بابا وصل
مسا الخير بويا. خير. زادو الدبزو من غير شك. لا الدعوة خطر من الدبزة. بشهر ربي يا ابو زيان ما تصحفش. جبت لك شهر ربي انا وراسك. تكلمي يا امراه واش وقع؟ ابو زيان انا وراسك جبت لك شهر ربي. تكلمي يا امراه تكلمي. راجل الزهره بتاع عمي سي عثمان الحداد اللي يخدم عند مراد. واش به؟ مشى لهنا للدار يشكي. لا سرقوا له 100,000. اكد باللي مراد هو اللي سرق. طردوا من الخدمه وزاد قال لو ما يرجعلوش المال المسروق يرفع بينا دعوه للشرطه. كب من الكلب هذا سي عثمان ديالك. علاه بلاني ربي بهذا المحوس؟ ما عرفت ما ندير مع الطفل هذا. شفت لك جاه ربي يتكلم معاه غير بالعقل. بو زيان برحمة الوالدين واللي دخل وانا نسال فيه ونعاود وهو يحلف ويأكد باللي مشي هو اللي سرق. درك نشوف اذا كان هو اللي سرق والا لا. جبت لك جاه ربي يا بو زيان. ايوه مشي هو مشي هو بانا وراسك. ايوه جبت لك جهرب يا بو زيان انا وراسك. بويا بويا والله ما انا يا بويا انا وراسك يا بو. شكون اللي سرق الدراهم من الحداد؟ خاطيني يا بو والله ماني داخل في هذه الخيانه. انا باي 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 خليني نفوت يا بو. وصلك الموصل حتى رجعت تهدد على باك. خليني نفوت هذا ماني نطالب منك انت اللي حبيت هذا الشيء. هاك من يدك الموصل. ما سرقتش قسم بالله ما خونت. قلت لك حط من يدك الموصل. لا خليني نفوت ما بقى لي ما نزيد نعيش معاك يا بو. دي مرة أخرى والله غير نجيبك. مراد مراد هاكل في ستاتيعك. مراد ما تيش على بابك اطلع ترقد ما تباتش برا. الله أكبر. التحية لله زكي.
ديالي طاح علينا السقف. مزيان صعيب مع ولادو قبل زوجته حنينة بزاف ماهيش كيف هادو ليال مزيان ما يعجبش الحزامه ما توخرش من يده واللي يضغط يديها في جنبه. عمر ما درتك كيما هاد الليله الدعوه ظهر خطيره بزاف. أطبيش برا يا بنتي. لا ما نبطاش الله يجعل ما خش نحوم برك. خلونه الباب محلول ما عليه غير يدمر الباب بالسياسة ويدخل. ماشي حق عليه يضربوا بهذه الصفة مراد راه راجل برك. واش كيما تتخيلي يا خالتي ماما هادو شبان صغار وما صايبين مالي ما يديروا الملل هو اللي بيهم هذا مكان. يا عملك طين ومجرمين ما عندهم لا دين لا ملا. وهادي زينب وين راهي رايحة في هذه الليالي؟ فهمتني واش حبيت نقول لك يا سي فريد؟ واش يلا زلا تحبين نوصلو؟ واش بيك ما عقلتهاش بنت الحومه؟ راهي مشميت البوشه ما وليش تعقل بنت الحومه. واش قلت زيت انا ما طبقناش كارطة ورقة تاعي هادي هاي ورقة ما تدمروش يا صحابي ها توكي اسمع خص قسمة هنا لا هذا هو الحساب هاي اللي حشيت في الكارطة واش هاد السيد اللي رانا تعرفوه؟ ما نعرفوش عمري ما شفته. ايا واش قلتي؟ كاسر وقت. سير ايا واش؟ حلع بستين.
يتعلم صنعة. الإنسان اللي في يده صنعة يقدر يخدم وين يحب. لازم تدرب يدك اليمنى في الخدمة يا وليدي. هكذا باباك يفرح بيك. قولي لي ما علاش با ما بغاش يرافقني عند الحداد وكلفك انتي؟ على خاطر مقبول، بحيث متلزم عليك تخدم وانت صغير. البارح في الليل لما جاي يرقد حكمته عبرة وبكى. تمنينا يا وليدي تزيد في قرايتك كيما انتاجك اللي راهم يتبعوا في دروسهم. ما عنديش زهر يما، بصح ما تخافيش حتى انا الحق درك نتحزم ونتعلم صنعة بالخف. تشوفي با كيفاش يفرح بيا. الشهور الاولين يعلموا فيها الصنعة ما يخلصوكش، وهذه تاني ما تعجبش بابك يقول استغلال. بيت سودي ولا مازال؟ لا لا مازال. هذا وين ندير سودي؟ صعيب على كل حال. انت على بالك على كيف كان عندي سنك كنت نعرف السودي يا وليدي. المعلم فرحان بيا سوى غير طول الحال لما نضرب على لونكلوم بيدي لو سن. يدك اليسرى يا وليدي كاش نهار تجيب لك مصيبه هكاك رد لك دراهم اللي سلفتهم هكاك. صح با رجع حملك بزيادة في المستقبل. ما تقراش وقيلة العشية؟ لا عمي بوزيان. الدروس ديالك ناجحة ولا فاشلة؟ ناجحة عمي بوزيان ناجحة. قولي لأمك راه وصلنا سميت لاكوبيراتيف راه يجيب لها شوية بعد غدوة إن شاء الله على خاطر غدوة ما خدمتش. على صحتك بنتو. كل بركب بشوية
هذا زمان كسر كل الدجاج با راح ما وش عليه ما نقش عليه الله يرحمه هو ما كان مدين قدامي لا شو وتعرف كيفاش كل يومين ثلاثة جيبي عم جديد قدام ما دخل عم ما نشوف غير سارة واحدة نشرب وشربون ما فهمتش في البداية عاد تشيل الذهب الذهب بالحساب الحومة عاد الكبار لما يتلاقوا بيا سقسوني على أخبارها ولكن صغار فهموني نزيدونا كلو شي حاجة لا صحة وأنت جبي عندك باك على بالك واش وقع وعلى هذا ما قدرش ندخل للدار ياك الناس كلها عارفه بلي ما عندك حتى علاقه بالخيانه لا ايش على جا الخيانه برك يا زينب انت هو معقده ما نقدرش ندخل للدار ونوقف قدام بابا بعد ما تهدت عليه بالموس قولي لما فاطمه مش قاش تتهول وقولي لها باش تبعث لي فيستا سروال وقمشه بلا ما يعلم به هذا ما تحتاج هذا ما كان راكي عارفه زينب قول واش رايحين توحشك خذ وسطح هاد الجمعة إذا بغيت أضوا ندخلوا له يعاوننا ونحيوا الغبينة لو كان يجي عمر هاد الليلة تحلى الدعوة خليلو ما تضربي إذا بغيت حبة مادلان مازال 20 دولار هاك ورد شو لي أنا شنو أنا هاك دي هذا الهرماجي معك هاك هات اللي أنا تشوف واه يا تعود يا ولادنا مساكين بزاف اللي تغلبت عليهم هذه المشاكل يا
مراد سلعة جديدة تخلق. إذا بغيت الحشية نروحو نشوفو الجلال اللي طولنا نصورو فيها دراهم كبار. 1080 شوفو الملح. هيا الطوماطيس 1080 أعطيني أعطيني طرف مكسرون تاعك راني ميت بالجوع. هيا ألف وثمانين قبلينا الدعوة يا من القنبول أبني شريطة مطلنا تعرضنا كاش نهار الدرس. ولف عليا بحنانته شحال من مره ما اعتبرته كاب. واحد النهار سمعت ام فاطمه تقول لبابو زين غير بالبسياس زين بو مراد يتحبوا بالمجد ربيطتهم زاد تتمتم. يدرغ أخوة عمر غني بنتو غني مشي وقت غني يا صاحبي بغيت جبنا لابوليس غني ولا ناس تقلع على راسك. جاري يا حمودة حمودة يا جاري دبا علي يا يما يا جريدة بار علي يا يما نسبات ارقودة ارقودة وانا نوم حرام علي يا يما وانا نوم حرام علي يا يما اول مرة انا ريتو في داخل قلبي حبيتو يما في داخل قلبي حبيتو يما هناني وهنيتو هنيتو سميتو العزيز عليا يما سميتو العزيز عليا يما. هاك ضرب جغمة يجيب لك النعاس. جغمة برك حاول عمر مازال لك كم دروب مازال ودني تصفر حتى جنابي وجعوا فيا غدوة نروح الحمام. داوك عند الجوجة؟ اه عند جوجة تاع الصغار حتى ما جابوها خويا قرب بصح. واش قالت شي بنية متاعك؟ واش بغيتها تقول مسكينة بدات تبكي وقالت له مع الشيخ بابا هادي 5 سنين ما خدم ما ضرب فيها ضربة مسكينة. وقالت لهم احنا مساكين ملي مرت الشيخ بابا ماناش نتجمعوا غير وين يحكمونا لابوليس. اغلى بوليس امال البني هو اللي يخلص. نعم من جمعة لجمعة. شحال؟ على حساب 3000 النهار. هذا زمان تخدم معاه؟ شهر قريب من اللي جيت من الدوار. ودروك عاد مرات ساكن؟ ساكن مع العمال عندنا بيت متقاسمين احنا في 6. وانت؟ عندي وين؟ اذا بغيت الحق في الشارع. انا تاني مي جيت من الدوار سكنت جمعة في الشارع ولا ما تروحش تبات في الحمام. ما عنديش كواغو
وزيد مش قاش نتكلموا في ذا الباب. ما عندكش 18 عام، هذا علاش؟ هذا علاش؟ قول لي، ما تقدرش تطلب من العمال يسكنوا معاهم؟ نقدر. نقدر نطلب منهم. قول لهم باللي عندك 20 عام. يوم السي سليمان يطيب لنا طاجين بطاطا بالزيتون. طيبوا بالدانا؟ لا، السي سليمان هو اللي طيب. هو اللي كبير في الجماعه وفي النظام ما كانش اللي يديها له. شحال قادرين يسكنون عندك؟ 15 يوم ولا 20 يوم بالاكثر. السي سليمان هو اللي ضرب عليك. الاخرين ما بغاش يسكنوك عندهم اكثر من جماعه. واش لازم يخلص في هذه الفتره؟ حق الماكله تاعك بركه، الكرام ما بغاوش تخلص. النهار كمل، نحبسوا الخدمة. مراد، كروش، لموا الدوزان، هذا هو الوقت، لموا. اغسل الدوزان مليح يا كروش. الشاب هذا يظهر عاقل، يتفاهم مليح مع الكروش على ما يظهر. كلها مليحة هذه نتاع الحمام. أصحابنا العمال يبغون نقاط. كل ليلة يلزموا علينا صلك العيا، خاصة القدورة على خاطر يصلي. الحمام مانيش رايح له غير على خاطر العمال. الحقيقة عندي رونديفو غدوة. عندك الزهر يا صاحبي. هيا لا فامي قريب يبدا الفيلم. هذه 15 يوم وسليمة كومبلي ما عمرها الفم. ما نقدروش ندخلوا يدا السليمة راهي عامرة. جانيتو سي بوكاري استنى فينا. شكون هذا جانيتو؟ شبيه مهلا كاس هذا. أما لا مشى بكري باش كرا. إيه على خاطر يعطي بلاصة ويبيعها. مرشي نوار. جانيتو عفريت فلاتير. بالله فمك عمر. مراد أنا خلص لك السينما. لا لا راه ما عندي دراهم. ما عرفتش كيما اللي عندنا شوف شحال. منين جبتو؟ صباح أنا وجانيتو عمر خدمنا مليح في المرشي. أيا خفوا صحابنا خفوا. حراشي مراد باش نشوفوا. انت محرك تلقاه شدو الصباح جاب لي ربي ما يشدش السر الحومه كلها سامعه باللي يعطي درام الخطفه لامي وباللي قايلها لو كان يحكموني خذي منهم باش ديري لي محامي مليح مو عاقله شحال من مره يا تخبي خويا موح موح غير كان جينا قاعد تسكنوا مع بعض انا ثلاثه فوق الدرجه سخونه ونزيد لي الاخرين كيف درتي يا مينو يا مينو دا حتى جيت ولدت مسكينة مينو دا مينو دا يا بتدريس يا مينو دا أنا هالك وليل وانت يا الحباب تنقص علينا الأضرار يخفف عنا الهم ونسكنوا في الدار يخفف عنا الهم ونسكنوا في الدار إذا جت عليا يا حبابنا ما نبخر وما نجيب نوار في هاد الليلة بعد يسكنوا سعيد عمر لنوار في هاد الليلة بعد يسكنوا سعيد عمر لنوار هنا الهيه هنا خير ملهيه حرام خالتي ما نولي لك يا درجة سخونة حرام خالتي ما نولي لك يا درجة
سخونة إذا معولين وبغيتو تسكنوها ما علينا غير نتحزمو ونسقموها إذا باش نطيبو قدرانا ندبرها من يعرف يطيب يعطيك غير ما يخسرها أصرف خلو ما تجيبو له بنايا غادي نسقموها لجرطي ونايا أنا والكروش نشرو لابي ما نفرطوش في خدمتنا هكذا الولاد وسهرنا رانا نصيبو من يفاقنا هكذا الولاد وسهرنا أنا وجاني تو غادي ندبرها للعولة الكروش ومراد يدبرنا على الطباسة ولي بغاو يبكروا الخدمة تاعهم يشرو رافاي حاملة شنو رافاي نفتنا بالموسيقى الحراشي يدبرنا على القدرة والفرن هاوا أنا نجم ندبركم غير الكوكوط مينيت لا كوكوط مينيت صعيبة أنت عمر الأنوار أنا زنبريت وشرع أنا اللي نجيب لكم الشيرف مش هكذا اللي بغيت مولك يسيبها واجدة يا يو حكمة أصحابنا حكمة الله يعطيك الخيار عندك طيح وغشبنا بسامير شوية طوال على هذا سحبنا قوم بنتو الحراشي جاي الحراشي جاي معاه قطارة حاكمة مستعيد وصورة كلب صغير جبتها هذا كلب بوليسي تاع الصح ما خونتو السعيد ما خونتوش باقي تبا فيها وحده ربطته وضميته على صدري باش ما يتعبش لف عليه وجره باش ما غيدوش لحال لازم تعطي الحليب على خبر عسير سموه باتشوس يا صحابنا لا راني سميتها كولومبو غايه راك عاقل بنتو اللي كنا نعاون تفرجوا كولومبو في قاعه الجنينه اي راني عاقل مرتي مرتي ما شتوهاش فايته من بالميز مرتي تحب كلاب صغار قلت انا ربما لازم نربوه فهمت ايه نربوه باش يحمي علينا ويعسلنا الدار محلاكص على بالكم مشى السبيطار ما يبطاش ويجي قال فيه مرض وين على بالكم به الله يجعل ما يعديناش مراد صاحبك الروس تاع الصح جانيتو ما جاش معاكم هاراو ليه معلق فوق البوطو جانيتو هذا شامبيون دو لا تيري اصحابنا حتى التريسيتي قادر يسرقها واي حكمه يسحبنا لو كان دخلوا دو حكمه اذا قفزنا حتى التلفازه ندبروا عليها اه يا صحاب شحال بغيت التلفازه
حاجه كبيره كون دخلوا في الجدار. انا عمري ما حليت في الجدار. حياتكم ما تخدموا اذا بغيتوا تشلوا في الجدار. ديك عتيقة مني شيب ما تعجبنيش، مسخة وتصمت بزاف. الصغار كلهم انتبهوا باللي عينها فيك. أنا ماذا بيا تصمت عليا شوية. دعوتي مع موح ما تكملش مليح، راني شامة. وصلها شحال من مرة باش ما تضرش من جهتك. ساعة على ساعة تحكمني من الكتف وتطلب مني باش نعطيها تشعل. عييت ما نقولها بلي ما تكيفش وما بغاتش تحشم. انا مش تغمز لك كذلك ودخل الامريكان كاع كملتها لي. الحقيقه تشفني شويه المسكينه، ما عندها لا اب ولا ام. ايه مسكينه في بالي هذاك، علاش تحمي وتشربها؟ لا هنا نديرو 500 دينار. العنوان ياك سجلت كيما راه؟ ايه عنوان مول الحانوت كيما راه على الغلاف. سيما داني قدور صاحب المواد الغذائيه حاسم عمش، هذاك هو. ياك عمرت كيما نعاد لك الراجل. ايه ولكن هذه هي المره الاولى اللي راح نعمر ماندا. Thank you.
اسكت. قاعد بحدا يما ونشرب في كاس تاع قهوة. سي سليمان قال في الفيتنام قاع الناس كيف كيف. يما دابا علاش طلقت رميتوني لواحد لواحد خليتوني بلا واحد ديال الموشة. علاش يطلقوا؟ علاش يطلقوا؟ علاش يطلقوا؟ علاش يطلقوا؟ Madi.
زيبلو هذا اللي راكم تشوفوا فيه. كنت الصوت اللي ندخل له نخلي فيه تاريخ، ندير فيه لاطيرار الديكا اللي وقع انا سببه. كيما داروا باش زعما يركعوني ما تقدروش. هاتسوا عليا جانيتو مهلاك يعرفوني من زمان كي كنا في الصمت. شوف جانيتو الضربه تاع الكوزينه هذيك كي كسرنا الباب ودخلنا باش نسرقو اغلقنا عليه في الفريكو قريب نسينا وكي حلينا عليه صدناها قريب يد. ولا فات اللي كنا نديروهم لي مونيتور شفا موح الليله هذيك وين ربطنا سي محمد ربطناه في البوك تاعو هو يقف توش عن النار في الكوفرته اللي مغطي بها زي طن عمالين الدخان وسي محمد بدا يسقي هو مربوط. صار المره فرد الحبس ما نزيدش نولي ليه نضرب ضربتي وقطع بحر ربا عطوني خيوط بالحبس ضربة كبيرة راني موجود فيها من بعد نصر عليها. شوف اخوكم ها ها واش تقولوا ها ومازال دوالو يا تسعة نهار النور صحا عيدكم يا تسعة نهار اليوم مبروك عيدكم يا مبروك راني فرحانة الحمد لله على هذه الساعة يا وليدي. البارح بابا كامل الليل هو ينازع عارف اللي رايحين نتلاقوا معاك اليوم الصباح متمني المخلوق تروح للدار تغافروا لو كان غير من العتبة. بوزيان تبدل من اللي مشيت علينا ندمان على الماضي. من يشد حود البوزيان يا ما والله حق هذا العيد من يشد له الحود بالحق انا عمري ولا بغيت نتاقم مني ولكن ما بقيتش نرجع للدار. علاش يا وليدي علاش مطول علينا الغيبة؟ أنا وبوزيان مغبونين بزاف خوتك وخواتاتك حتى هما مغبونين وكلهم يطلبوا عليك ولا سيما لينا وعمر. نرجع من بعد يا مرحبا نعهدك باللي نرجع من بعد إما تكون في يدي سمع حن مرة أكثر خذ يا وليدي. شكون اللي راه يطيب لك؟ شكون اللي راه يغسل لك قشك؟ من بعد يا مرحبا فهمت نحكي لك على كل شيء ما كان لا تزيدي تسأليني. ضعفت بزاف يا وليد. خدمة يا أمي بلك اش نهار نرجع للنار إذا كتب ربي وعلاش لا هكذا تصنع لنا الفوطاجي وتزليش نتاع بيت الرقاش. صح أمي لو كان غير تلعب تمثيل بوابك هكذا بابك يمشي يشوفك متمني المخلوق يشوفك ولو من بعيد. مازال يا أمي أنا وراسك بركي ملكم قولي لي الأخبار خوتي راهم كلهم بخير وعلى خير وكلهم متوحشين لك يا ولدي. أعطيني 3 كيسان مخبر
أكي سيد. أسيا وش خبرها؟ ما زال ترقد وصباحة فهمها؟ ما زالت محمد وعمر ما زال يدوسوا كالعادة. ما زالوا يدوسوا أكثر من العادة، خاصة من اللي رسالين ونازل. نازل يا وليدي، رانا نستنوا فيك ترجع باش نطهروا. نازل عاود سخر، هو اللي قضي لله مريم ويغضب عليها من تبعت ليلى. وليلى؟ ليلى هي اللي مساعدتني في الدار، تعاوني في كل شيء. تجي كل يوم للدار وكل يوم تسيق مع مريم. في خوتك ليلى هي اللي متوحشاتك. هاك يما، هذا ليك. علاش تغزل في روحك يا وليدي؟ سيدي ندير منه الباس ونزين به نهار اللي ترجع للدار. هذا لي تشعلي في اللحمة هذا الباس. ما يخف عليك برا. هادو خوتي والبابو زين. ايه كتر خيرك يا وليدي، كتر خيرك. من تكبري وديري الدريه تعرفي قيمه الوالدين، تفهمي الغبينه والمره اللي نشوفوها عليكم. هات مرت هذه شويه حلوه متاع الدار، فاتها لك لا مريم البركه. صح امو، صح زين، الله يكثر خير لالا مريم، قولها باللي بركتها نحتاجها بزاف في هذا الوقت. تاكسي من عليها ليلة نقوموا بها وقاعد تشاركوا معي. كل واحد عنده قسمة الدعوة، الدعوة راهي كبيرة ونقسموا 50-50. هيا بينا من الاستافيطة يستنى تحت. اسمعوا الصغار، عندكم زوج دقايق باش توجدوا راكم. ها وانت عتيقة قعدي هنا. علاش؟ قعدي هنا اذا كاش ما صرا ولا. شوفي اذا الصغار ما رجعوش منها على ساعة ها اتصلي بعزيز كاوان صاحب جيل اللي دورمه. هيا هيا برانتا. الخيانة ما تفهمناش عليها. خرج الموس زعما باش يخوفنا. واش رايحين نديرو؟ إذا ما تشاركوش حتى أنا ما شاركش. ضربة الموس راه ما خاش منها. نشاركو في هاد الضربة باش نبينوهم بلي رجعنا. ومن بعد إذا بغيتو، ولكن أنا نسمح لهم في حقي. حتى أنا نسمح لهم في حقي. مالا تفرقوا الجماعة بلا شك. دعوا بدات تقطع.
بلا غدوه 100,000 فوق في لاكابان. تشوف على اليمين دار، واللي تشوف على اليسار دار زينب. كون غير عمال يبغوا يسكرونا عندهم من جديد. تساعدنا لو كان يقبلوا، على خاطر صحابنا خسرناها معاهم، نسمحوا لهم في كل شيء. غدوة انت اللي تكلم مع العمال، على خاطر انت يحبوك. اذا بغيت، ولكن هاد المرة قولوا لهم كل شيء، احكوا لهم على الشيء بالتفصيل. دور شحال في الطبقة الأولى؟ شوف هذيك صالحة بنت سي عمر نطر الدعولة، تعرفي الكروش في هذا الوقت أما راهي واقفة في المطبخ، راهي تكب في الترموس القهوة اللي طيبتها لبا، القهوة اللي يديها معاه للخدمة، الغلاية تهزها لسما، راني نسمع في القهوة تشرشر وتتحقن في الترموس. أباره راجع من بيت الراحة، لابس عباية بيضة وشاد بيدو طاس متاع الماء، يدو الأخرى دايرها وراها عند كلوتو. يستخطانا بالواحد غير بالبسياس، وصل لباب المطبخ وراه يقول لما ظهري يا فاطمة راه يستر عليا، حس المعمل ما بغى يخطي ودنيا. وزينب تقلي فيها الضوء بحدا تقتنا، في هاد الساعة راهي قاعدة على هاي دورة نسها قرفي، راهي قاعدة وكتاب مفتوح مقابلها، بصباع يدها اليمنى شدة قلم ولا تمست في نظرة. للا مريم هي أمها. أمها ما يشيلي ولي، ولكن مربيتها من الصغر. في هاد الساعة لالا مريم راهي متمدة في الجانب الأيسر بحدا بنتها. لالا مريم معتبرينها احنا شبان العمارة كأم للجميع، قليل وين تخرج من دارها، صنع زرابي صغار في مسكنة، هذاك باش عايشين. خف روحك، هيا نوضو. خالتي ماما الكونسيرج راهي طفت التلفازة متاعها ومشيت خرج زبل. خاطي ماما هي شكوري عباد من عباد كيما هادو ما تاش ذريعة البق وحاغا. درنا مليح اللي فارقنا حتى سعيد بونتو يكون خطأ. لا ما ظنيتش، يخاف بزاف من موح لاكاس. هاتي قاو زيبلو هما اللي خمجوا الحاله وخسروا كاع الجو. دير الخيانه تاع لي صطافات من دابست مع مو في المركز. جاني تو خرج موس باغي يخدعك، مزيان اللي شفته غير خرج الموس هزيت انا نهار شكل. ما فهموش علاش ديك الليله جينا متعطلين. هذا هما الحال اللي بغينا نخلوهم وسمحنا لهم في قشنا. ديمقراطيه وطنيه والمجتمع ماهوش واحد، كاش يتفرق ما يزوج والمجتمع ماهوش واحد. مالها؟ داروا على المركز وضربوها. كيفاش داروا؟ عتيقة راحت للساعة
زينب قالت لها بلي مراد راه مجروح اللي قتلوا سليه في الحين. من اللي رحتوا علينا ما شفنا خير، وكل يوم مصاي طاح علينا في المركز ما راش نرقدوا. في النهار انا نديروا عسه بالداله والشرطه راهي تحوس علينا. الشرطه هي على خاطر حكموا صحاب زيو بلو وموح لاطاس، راه يقول بلي البيعه جات منك انت ومراد. كيفاش؟ قال بلي البيعه صرات الليله اللي تعطلتوا فيها. استناني راني جاي. خاطرك خلاني فيه. راه مضروب، راه معذب بزاف في هذا الرباط. لا عليه
هكذا يتعلم يخدم يده ويبلع. شي بهاد الصفه يا بزيان شي بالتكتف هكذا كانوا يديروا جدودنا وجدود جدودنا يقولوا لي صلاه تبع الشيخ يقولوا بلي مكروه في الدين.